استضاف برنامج تلفزيون الواقع بيبان المخصص لرواد الاعمال رائد الاعمال العالمي جيف هوفمان بالشراكه مع سفاره الولايات المتحده الامريكيه في مملكه البحرين. وتاتي هذه الاستضافه كجزء من معسكر تدريبي مكثف لرواد الاعمال الذين تم اختيارهم للموسم الثالث من برنامج بيبان. معسكر تدريبي مكثف من قبل برنامج بيبان التلفزيوني الواقعي. لرواد الأعمال المشاركين فيه بهدف تزويدهم بالأدوات المعرفية والموارد وشبكة الخبراء المعتمدين للمساهمة في تعزيز نماذج مشاريعهم وضمان جاهزيتهم للعرض، في هذا الموسم يستضيف برنامج بيبان في هذا المعسكر رائد الأعمال العالمي جيف هوفمان الذي أسس العديد من الشركات الناشئة الناجحة مما سيسهم في إعداد رواد الأعمال لمشاركتهم في هذا البرنامج التلفزيوني طبعا واحده من اهم الاشياء اللي احنا نركز عليها هو المعسكر التدريبي فوجود اليوم الاستاذ جف راح يضفي الكثير لرواد الاعمال فراح يغطي العديد من المواضيع منها استراتيجيه التوسع والنمو استراتيجيات كيفيه التفاوض مع المستثمرين والعديد اللي يخص رياده الاعمال وكذلك استقطاب الاستثمار المعسكر التدريبي يعد جزءا أساسيا من رحلة رواد الأعمال في هذا البرنامج حيث يتلقون من خلاله التدريب المكثف والارشاد لتطوير مهاراتهم يأتي التعاون في إطار برنامج بيبان للسيزن الثالث و... حاليا هم قاعدين يقومون بمعسكر تدريبي علشان يجهزونهم للبرنامج نفسه فجف مر في هالنوعيه من البرامج من قبل لانه هو عنده بعد تي في شو بروحه فاحنا متحمسين جدا حق النتائج اللي بتطلع من هالبرنامج خبرات متبادله في هذا المعسكر التدريبي ستسهم في تسريع نمو مشاريع رواد اعمال برنامج بيبان بشكل اكبر وستثري هذا الموسم الجديد